بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيفكم يا بنات؟ إن شاء الله طيبين ومرايقين ومرويقين يا رب العالمين. اليوم جيتكم بفيديو جديد، فيديو لذيذ وظريف. أي واحدة زهجانة مرخمة تعالي أحضر الفيديو ونتونس شوية. اليوم صحيت كنا عاملين زحمة شديدة في غرفة الأولاد أمس، أنا كنت معاهم صراحة، كنت قاعدة للحين وهم ما شاء الله انتهزوا الفرصة إني معاهم وجوطة يعني كانوا مكركبين الدنيا زيادة عن اللزوم، فقررت إنه أنظف لهم غرفتهم عشان أنا السبب حتى لو هم سبب طبعا الشغل علينا يعني. فخلاص قررت أن أنظف الغرفة وتونس معاكم شوية، وكمان وعدتكم إنه أنزل لكم وصفة الدونت، حنزل لكم برضو في نهاية الفيديو عاملة لكم وصفة الدونت كامل مصوراه لكم يعني إن شاء الله على نهاية يعني نهاية الفيديو كده، كملوها للآخر عشان تستفيدوا من الوصفة كمان. زي ما أنتوا شايفين صحيح أنا بفضل لهم الملايات، أنا طبعا ملاياتهم دي ما قاعدة أغير لهم كتير لأنه بالنهار ما بيقعدوا في الغرفة دي أصلا كتير، بيكونوا بيلعبوا هناك في غرفة الألعاب وكده. فحاولت أكنس وأنظف وأرتب، سبحان الله يا جماعة التربية دي شيء صعب جدا. كنت أعرف التعليقات بيكتب لي شكلهم كده أمهات يعني آداب عندهم بيبي واتنين، بيكتبوا لي يعني الواحدة كيف يعني تعمل شنو مع الأولاد. يعني أنا من تجربتي بعد ما جبت أولادي، الواحدة تطول بالها، انت لو ما طولتي بالك ما في زول حيتعب غيرك. هما ما الاطفال بالمناسبة ما بيتعبوا وبيكرروا لك نفس الحاجة 1600 مرة، فانت تطولي بالك لان الشي ده ممكن يمرضك اذا انت دايرة مثلا تكون زولة كاملة في بيتك وفي اولادك وفي اي شيء. سبحان الله الكمال فعلا لله وحده، يعني احنا ما بنقدر نكون ناس كاملين. ادي لنفسك فرصة، طولي بالك شديد، خاصة الامهات اللي يعقب عندهم بيبي والبيبي يعني لسه صغير وكده. طبعا الموضوع ده صعب شديد يعني لسنة أولى زواج، الموضوع ده صعب شديد. فكل اللي بقدر أقوله لك إنك أنت تطولي بالك شديد، يعني استفيدي من تجربتنا. يعني أنا بعد ما جبت البيبي يعني جبت بنتي الأولى الكبيرة، كنت بحاول يعني ببذل كل جهدي إنه أنا أكون أوفق بين كل شيء، فنسيت نفسي يعني زي ما بيقولوا، وزي ما بقول لك دايما المثل بيقول لك شنو، راجلك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. فما تعودي راجلك انك انت بتقدري على كل شيء، دي كانت اول غلطتي في بداية الزواج، انه انا دايرة اكون زولة. دي يعني مفهوم بكون يعني برسخه لك يعني اهلك مثلا في 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 الزواج، انك انت تكوني زولة كده وانك انت تكوني كده. الراجل يعني سبحان الله يعني في ناس بيخلوك إن يعني بينصحوك انك انت تعبدوا الراجل، يعني يعبدوا الرجال دول عبادة. لا يا اخي الموضوع ما بيستاهل ده كله، زي ما قصة انك انت عندك بيبي وحياة جديدة وكده، الشيء ده جديد عليك انت فهو جديد عليه هو، لكن شنو الناس تتفاهم الناس تتشايل. يعني انا كنت ماشى بالمفهوم ده انه الوحده كده البيت والنظافه والراجل والبيبي وما بعرف، فما ترهقوا نفسكم. في النهايه الشيء ده بيجي تراكم فيك انت، اللي بتتعب انت، اللي بتمرض مين انت. ورايدلك لو جيت نقصتي يوم من الايام الشيء اللي انت عودتي عليه خلاص بيعمل لك قصه. فعشان كده ادوا مساحه كافيه لنفسكم، فما تحسسوا انكم انت واو بتقدروا تعملوا كل شيء. اعملي لكن شنو، لما تحسي بروحك تعبانه اوكي عادي، انت انسانه خدي راحتك، حتى يعني زوجك فهميه من البدايه. عشان انا واحده من الناس اللي عملت الحركه دي واللي بتاثر يعني في الشده في النهايه طفلك. يعني انت ممكن يوم من الايام تكوني تعبانه وما قادره ويجي زوجك يلقى مثلا الشيء اللي هو اتعود عليه وما في ويزعل منك او مثلا كده، فانت بتحاولي انك انت تفشي في طفلك او بتتفشي في نفسك. فالشده يعني حاولوا انكم انتوا يعني تتفادوا الحاجة دي. نتفادى الحاجة دي كيف يا دلال؟ تتفادى الحاجة دي على انك انت من البداية بعد ما جبت بيبي تفهمي اي زول انك انت عندك وقت كمان لنفسك، انت ما سوبر يعني عشان انك انت تعمل كل الحاجات. اعمل الحاجات اللي بتقدر عليها، قسمي الاشياء لزمنك. كنا فاتحين لايف قبل كم يوم
ام عبد العزيز، لو انت حضرت الفيديو هتحضر الفيديو يعني، كلمتني قالت لي عندها بيبي والضغط النفسي، طبعا بتكوني مضغوطه نفسيا، في شيء اسمه سهر، في شيء اسمه تسنين، عادي. اليوم اللي انا الحمد لله يعني لما تكون مثلا مسهره مع الاولاد وكذا، اليوم الثاني حاسه روحي مرخمه، بعمل واحد من اثنين، او بنظف او بطبخ. يعني لما الاطفال كانوا صغار، اليوم اللي انا خلاص هنظف، هكلم زوجي جيب لنا معاك غدا، عشان انت ما حتقدري، ما ممكن تتنظفي ومعاك بيبي وما بعرف شنو. حتى لو حتطبخي اعملي شيء خفيف، اعملي شيء مثلا تعملي لك مكرونه معاه سلطه معاه شوربه، خلاص ما ضروري تطبخي والجوط والقيامه، كل شيء اديه زمنه. فانت لو ما حاولتي انك انت تحافظي على نفسك، التعب والزعل والارهاق سبحان الله بيأثر فيك، يعني بيسلب من نفسك حاجات كثيرة. أول شيء إشراغة وشك بيروح، تاني شيء بيعمل لك كلف، بيعمل لك هالات، وشك دايما بيكون مرهق، جسمك بيكون يعني ما فيه نضارة، ما فيه نور. الحاجات دي كلها ما شرط يكون من يعني من قلة استخدام مثلا كريمات أو حاجات زي دي، لا، الأثر النفسي له دور كبير إنه يأثر في طبيعة شكلك أو جسمك أو وشك. فحاولوا إنكم أنتوا يعني من البداية توفقوا بين الأمور. أنا في الفترة الأولى من مرحلة الأمومة تعبت جدا صراحة، تعبت جدا، هسي بتصير كبيرة يعني ممكن بأي شيء بتزعل، يعني بتبكي سريع حنينة شديد. فاللي بعدهم اللي يعني أولادي بعد البنت الكبيرة ما شاء الله عليهم، خاصة أختها، الله شفتوا يعني عندهم النضامة، شفتوا يعني كده، لأنه أنا خلاص وعيت فكيت لهم حرياتهم، يعني بديهم حرياتهم. فالصغيرة دي الكبيرة مسكينة تعبت معايا، عشان كده تحس بيها حنينة وكده، فشي ده ما حلو. بحاول أنا الغلط اللي عملته قاعد أصلحه. طيب قاعد نصل تصلح الحاجة دي كيف يا دلال؟ في شيء اسمه الوعي، في شيء اسمه أنك أنت تتخلصي من الماضي، الحاجات القديمة اللي رسخوها في ذهننا. يعني حاولوا أنكم أنتوا توفقوا بين الأمور، أنه أولادنا دول ما عندهم ذنب أنه احنا نكون ماشيين، ما شرط ان احنا نمشي على نهج امهاتنا زمان، كل شيء ايوه نعمل الحاجات المفيده ناخده منهم، والحاجات اللي متعبه وكده لا نخليها. يعني احسن نكون واعيين، احسن انه نحن نربي بطريقه مثلا مختلفه شويه، ايوه ناخد منهم الحاجات الكويسه، والحاجات في حاجات لازم نتخلى عنها. ده كله عشان خاطر نفسنا وعشان خاطر الاولاد، عشان حاجات كثيره. فنفسك أولى بكل شيء، أولادك أولى بكل شيء، فالأحسن إنه الواحد تأدي الرسالة بصورة كويسة، الرسالة بصورة كويسة، قصدي يعني إنه تربية أولادنا، وكمان حتى يعني نفسنا، النفس له حق. فحاولوا إنكم ما تتعبوا نفسكم، ما تجهدوا نفسكم زيادة عن اللزوم، زي ما قلت لكم قسموا الأوقات، خاصة في الأمومة يعني الفترة الأولى. بعد ما الأطفال يكبروا حاولي إنك أنت تنجزي، لأن الشغل بيبدأ يعني كل مرحلة سبحان الله عنده شيء. بعد ما الأولاد يكبروا حاولي إنك أنت يعني تصحي بدري، توفري يعني بين الأمور، وكمان النظافة مهمة شديد، لأن الأطفال كل ما يكبروا المسؤولية بتكبر، وكل ما يكبروا الشغل بيكتر، وكل ما يكبروا أمورهم يعني بتكتر والفوضى بيحصل أكتر. فلما يكون الأطفال صغار أنت جسمك بعد في شيء اسمه رضاعة، في شيء اسمه ولادة، الحاجات دي كلها يعني بيشيل من جسمك حاجات كثيرة. فحاولوا أنكم توفروا حياتكم. بعد ما خلصت غرفتهم هخش عليكم على وصفة الدونتس. أنا الدونتس أصلا كنت عجنته وبعدين بديت نظافة، أول شيء عجنته بعدين بديت النظافة، زي ما أنتوا شايفين العجنة دي رهيبة كيف يا جماعة. هوريكم الطريقة بحذافير زي ما بيقولوا، عشان تمشوا تطبقوها ويطلع معاكم ظابط. عندنا سكر باودر، انا خدت فيه معلقه مع السكر، خدت فيه معلقه باكنج بودر، معلقتين كبار من الخميره الفوريه، عندي 3 معالق من الحليب الباودر، الحليب الباودر مهم جدا لانه بدي هشاشه، عندنا كاسه كبيره من الحليب السائل، وعندي حبتين من البيض. تمام، السكر الباودر معاه معلقه من الباكنج بودر، هننزل بيه في الدقيق، ومعاه الحليب البودر يعني النواشف. تمام، بعد ما ننزل بالنواشف في الدقيق هنزيد عليه رشة من الملح، بعد ده هنعمل اللي هو الخميرة. الخميرة هنعمله كيف؟ الخميرة أول شيء هتجيب الحليب لازم يكون دافي يا بنات، ما يكون بارد عشان الخميرة يدوب ليكي. تمام، نجيب الخميرة هننزل في الحليب الدافي ومعاه حبتين من البيض. تمام، بعد ما يدوب هننزل عليه بحبتين من البيض، هتفضلي تقلبي فيه عشان تعرفي اذا الخميرة شغالة ولا لا.
عشان بعد ده حنزل بالبيض، تمام. بعد ما تضربي البيض مع الخميرة ودول، حتقومي تجي تعجني بيه الدقيق اللي الختين معاه المواد الناشفة، تمام. حتحجي متعجن، حتحسي انه العجنة بقت معاكي كده مدردمة، ايوه. حتكون يعني حتكون ظاهرة في ال... حيكون ظاهرة اكيد يعني في ال... في الطريق في الفيديو اكتر، بيكون معاكي بالشكل ده. تفضلي تعجني 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 فيه، وبعدين حتنزلي بالحليب السائل تكملي، يعني على حسب نوع العجين. انا ما بقدر اقول لك كمية الحليب او الموية اللي انت حتعجني بيه، بس الافضل دونك انك تعجنيه بحليب من غير موية. ولو لاحظتوا انا ما خطيت زيت وخطيت شيء، لانه الزيت في الدونتس ممكن من جوا من جوا اصلا هو لازم يكون قطني، الزيت بخف شده شويه، عشان كده ما حستخدم زيت الا في النهايه، بس يعني تشيلي بشويه بيدك وتكملي بيه العجنه. لما يصل معاك المرحله دي هتنزل بشويه من الحليب وتفضلي تعجني، يعني ما تمشي تزيدي مويه او تزيدي حليب كتير، لا افضلي عجني فيه وبراهو بتلمى. دي الخطوه المهمه في الدونات، انك انت ما تزيدي مويه كتير، العجنه لازم تكون تقيله شويه. بعد ما شفته خطيت الزيت كيف، يعني حاجه بسيطه بيدك وتفضل تعجني فيه، يعني العجنه ما حتحطي فيه زيت، بيطلع معاكي العجنه بالشكل الناعم. واخر شيء حتشيل الزبده وتمسحي بيه وش العجين، الزبده بتديه طراوه جميله، يعني ما حنزيد زبده جوا العجنه، بس حتشيل شويه بيدك وتمسحي بيه وش العجنة زي ما بيقول. بعد ده حتخليه مسافة زي نص ساعة، أو لو عاوزة تخليه أكتر ما مشكلة، تخلي فيه وتوطيه، بس أهم شيء إنك انتي تفضلي تعجني 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 لحد ما تحسي إنه ملمس العجين معاك بقى ناعم شديد. بعد ده تكتليه بفلكون وتحطي في مكان دافي، تمام. الحاجات بالمناسبة الفطاير والحاجات الزي دي، عشان العجنة تنجح معاكي، إنك داير منك وقت انك انت تفضلي تعجني. في ناس مثلا بيجيبوا الخميره والباكنج بودر والحليب وكله مع بعض وعجنت عجنت عجنت وخلاص اكتلوا، لا. اهم شيء في الحاجه في العجنه، او في سواء كان عجنه الفطاير او عجنه البيتزا، هو كله زي بعض يعني، بس داير منك مجهود انك انت تفضلي تعجني. بعد تفرش الفرشه بتاعتك وتقومي تفرديه، بس اللي هنا الدونتس ما حتبقيه يعني تفرديه كتير، يعني ما تخليه يكون ناعم شديد، شويه كده قوام العجين يكون مرتفع. دي القطاعات اللي انا استخدمتها، لو ما عندك القطاعات دي ما شرط، مش ممكن تجيبي القرشه بتاعت المويه تشيل الغطا، وتكون عندك مثلا كوبايه شاي او كوبايه عصير، حتقطع المدور وبعدين تشيل بالنص بغطا القرشة، تمام. شايفين شكل العجين حتى بعد ما يتخمر ابدا ابدا ما بيمسك في يدك، بيكون يعني بيكون ناعم وبيكون طري. بعد ده حتفرديه وتقطعي الدونتس وبعدين تحمريه في زيت غزير. الزيت لازم يكون يعني لما تيجي تحمري الدونتس الزيت لازم يكون حار، لكن شنو تكوني خالية مسافة طويلة في النار، توطي النار شديد وتخليه يسخن براحته، يعني ما تعلي النار عشان الدونتز يطلع ما يطلع معاكي يعني محمر سريع، وبعدين ريحته حيكون ريحة شيء محروق كده بالشكل ده. بس ممكن تغيريه ولو ما عندك القطاعة دي زي ما قلت لكي، بكوباية أو بأي شيء عندك يعني، بس بالشكل ده. وحنقطع ونحمره، وممكن تعمليه بشوكولات، ممكن تعمليه ب السكر. انا صراحه ما لقيت انه الشوكليت شيء بسيط فما حيكفيني، عملت لهم بس بالسكر. ان شاء الله الوصفه دي تعجبكم وتطبقوها، وكل واحده يعني بعد ما تطبق الوصفه ممكن تكتبي لي في الكومنتات، لانه الدونتس يمكن من حاجات الغاليه جدا في الكافيهات. انا هسي الكميه دي ما اخذ معاي كيلو دقيق، اخذ معاي اقل من الكيلو، وعملت منه كميه خرافيه، يعني اكثر من 20 حبه، اكتر من 20 حبة بتاع الدونتس انا عملته، يعني بتوفر على نفسي كتير، وممكن الاطفال يشيلوا معاهم الصباح في المدرسة، في يعني تحطي لهم في اللانش بوكس وكده. دايما يعني دايما يعني اصلا الفيديو نحن كنا بنتكلم عن الاطفال والتربية وكده، دايما يعني شوفي حاولي انك انتي اولادك دول تزرعي فيهم يعني طولة البال، يعني الشيء اللي انت بتعمليه هم ما بيقلدوكي، الشيء اللي انت بتعمليه هم حيطلعوا عليهم، زي ما نحن هسي
في كل واحدة يعني في بداية زواجها بتكون عندك مفاهيم كتيرة، يعني بعد فترة من الزمن بتحس انه الحاجات دي كلها كانت غلط، لانه في ناس بيقول لك انك انت تعبد يعني الراجل ده كعبادة. لا والله، الرجال دول زي ما المثل اللي قال اسمه راجلك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه اصدق من يعني من اصدق الامثال، لانه فعلا الكلام ده ما خطأ. هنا سمعة كان بيساعدني وبتونس معايا وكده، فحتى يعني الشيء اللي هم عاوزينه نحن مرات بنقعد يعني بنكون ثقيلين عليهم. يعني هسي في الزمان يعني لو جوني مثلا دايرين نعمل وبس هجوا لا 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 جوتو. خلاص قعدت فوق عشان يكون بعيد من الزيت وكده، فبخليه يعني ياخد راحته شوية معاي، داري يلعب وداير بديه شوية من العجين واللي داري يعمله يعمله. ده كان شكل الدونت رهيب جدا، والكمية زي ما وريتكم أكتر من كام 20 حبة دونت بأقل من كيلو دقيق، فبتقدر توفر على نفسك مبلغ، وتقدر يعني هم بياخدوا يعني بياكلوا قدر ما زي ما بيقولوا الكمية اللي هم حابينها. إن شاء الله الوصفة تعجبكم طبقوها يا بنات. وبعد ما خلصت الدونت كان عندي في المطبخ يعني كان جايب شوية، حبيت أرتبه وأكمل الفيديو معاكم ونسى، فما عارفة أقول لكم شنو. بس كل اللي بقدر أقوله عليكم يعني أقول عليكم إنه الشغل ما بيخلص، الشغل ما بيخلص خالص. بس الشيء الوحيد اللي إحنا بنقدر نعمله إنه إحنا نطول بالنا على كل شيء. طولة البال ده اللي بيجيب النتيجة، يا مثلا زي ما بيقولوا بيطلع منك يا إنسانة يعني روحك يكون مرح، او مثلا تكون خلاص. الزواج ده سبحان الله بيغيرك، يا مثلا اتغيرتي للافضل او اتغيرتي للاسوأ. للاسوأ انه مثلا يعني خلاص اخلاقك تكون يعني ما تكون عندك اخلاق، اخلاقك تكون ضيقة شديد، واي شيء كواريك وجوطة. ما في داعي لده كله، الحياة بسيطة والعمر زي ما بيقولوا ما معروف، فعيشوا يعني حاولوا انكم تقضوا اجمل الاوقات مع اولادكم، ودايما خلوهم براحتهم شوية يعني، وما تجوطوا فيهم كتير، يعني ما تنهروهم كتير، ادوهم مساحة انه هم يعبروا جوا البيت عن، عارفة انه قفلة الشقق وكده الاطفال بيكونوا شوية شقاوة وجوطة وكده، فخلوهم ادوهم مساحتهم شوية، لانه سبحان الله الطفولة دي شيء ما يعني ما بتنسي خالص. الطفولة ما بتنسي، زي ما احنا حاليا مثلا بنتذكر طفولتنا كانت كيف، هم حيتذكروا. زي ما بقول لك البت تدلل في بيت ابوها، فعشان كده خلوهم براحتهم شوية عشان يتذكروا دايما الطفولة كانت كيف، وطريقة تعاملهم معاهم في الطفولة كانت كيف. سبحان الله الشيء جد ده الشيء الوحيد اللي ما بتنسي، فدايما اعملوا يعني زي ما بيقولوا اعملوا اي شيء طولة بال ما عارفة أقول لكم كيف، لكن حاولوا إنكم تعيشوا أيام جميلة مع أولادكم، خاصة في الطفولة دي، وإنكم تقضوا أوقات يعني ما تكون كلها تنشنة، كلها زهج، كلها ما في شيء بيستاهل. والله ما في شيء أبدا بيستاهل. أنا اليوم ما أكذب عليكم تعبت جدا وكنت مرهقة شديد، فكانوا صايتين وجايتين، وامشي هناك القاهم وسخوا داك، امشي هنا وما اكذب عليكم اديتهم لكم نهرة كده، لانه صراحة كان زودوها شديد. فوقت الغلط وريهم، وقت يعني كل شيء عنده حد، يعني انت لما تفكيهم كمان هم بياخدوا راحتهم بالكامل، يعني بديهم فرصة. يعني هسي مثلا عشان شنو، عشان انا ما اشغل بالي، الوقت اللي انا بكون شغالة فيه في المطبخ بخليهم براحتهم. خلاص مشيت لقيت المكان اللي هم كانوا فيه، خلاص اكركبوا الدنيا برتبوا وخلاص بوريهم بعدها. خلاص يا جماعة ما تكركبوا الدنيا كتير، اكتر من كده ما تكركبوا. فلو مشيت لقيت ما سمعوا الكلام وعملوا نفس الحاجة، هنا ممكن انا اخد قرار وما ما ما اخليهم، يعني اوريهم انه الشيء ده خطأ عشان تاني ما يكرروها، يعني ما يكرروا الحركة اللي عملوها. اكيد كل اللي بقدر اقوله لكم انه شغل البيت ما بيخلص، وانه الاطفال ده من الطبيعي جدا انه في العمر ده يعملوا كده، خاصة المغتربات. يعني الاولاد دول لانه هم بين سبحان الله اربعة بين غرفتين او ثلاثة، اليوم كله لافين وصايطين وجايتين، فخدوا خلوهم ياخدوا راحتهم، انتوا خدوا راحتكم، يعني ما تتعبوا نفسكم شديد. زي ما قلت للامهات اللي يعني دوب عندهم بيبي او اتنين، حاولي انك انت تدي مساحة حق كافية لنفسك، ما تغلط الغلط اللي نحن غلطناه وتقومي وتقعي. اهتمي بنفسك شوية، وخاصة البرض دول، لأنه الرضاعة ده موضوعه يعني موضوع متعب جدا، ربنا يعظم الأجر، يعني بيسلب منك حاجات كثيرة.
فإن شاء الله الفيديو يعجبكم، وإن شاء الله كمان يعني أنا ما كنت مرتبة للكلام صراحة، بس صراحة يعني ما حبيت إنه أطول عليكم وما أنزل الفيديو أكتر من يومين، فإن شاء الله يعني بس حبيت أطلع عليكم طلة كده حلوة، وكمان أديهم نصيحتين للبنات اللي صغار اللي تزوجوا يعني يا دوب عندهم بيبي وبيبيهن، إنهم ما يقوموا يقعوا عشان زول ولا عشان حد. اللي دار يتكلم يقوله مس يقول إنه هي ضبلانة ضبلانة، وهم في النهاية كلام الناس سبحان الله ما عنده نهاية. إذا خليتي بيتك وسخان حيقولوا لك بيتها وسخان، إذا أهملتي نفسك حيقول أهملت نفسها، إذا خليت البيت وسخان ومثلا اهتميتي بنفسك حيقول خالة بيتها وسخان وهي مهتمة بنفسها، إذا خليتي مثلا خليتي البيت نظيف وما اهتميتي بنفسك حيحصل العكس، بيت نظيف وهي عاملة كيف. فما تدي لكلام الناس قيمة، حاولي انت بس يعني تشوفي راحة بالك وين، وانك انت مقتنعة بالشي اللي انت قاعد تعمليه وزوجك يعني راضي عنك، فخلاص يعني الناس ما تديهم اهمية. بس حاولي انك انت تكوني مرتبة شوية، ما تكوني كسلانة شديد. انا بعرف انه في بنات كسلانة بيردم الشغل شغل 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 شغل، ده الشي الوحيد اللي ما بينفع. حاولي انك انت يعني تكوني مرتبة، فهمتوا علي؟ يعني تكوني مرتبين شوية، ما شرط يعني كل شيء لكن تكوني مرتبة شوية. فإن شاء الله الفيديو عجبكم، وكمان ما أكون طولت عليكم والكلام يكون ظريف، وإن شاء الله الفيديو الجاي أنا ناوي أنزل لكم فيديو حلو. رأيكم شنو عندي؟ أنا أصلا بما إنه أنا أصلا من حسية دار أنزل لكم عن قريتنا وإيش اللي كان بيحصل فيه.